الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه صلاه وسلاما الى يوم الدين. اما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في باب ما يدعى به للمريض، قال: وعن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا. رواه مسلم. وروى عن ابي عبد الله عثمان بن ابي العاص رضي الله عنه انه شكا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضره أجله فقال عنده سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط البخاري. حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه يستفاد منه الدعاء بهذا اللفظ: اللهم اشفي سعدا، فتقول: اللهم اشفي فلانا، تسميه باسمه وتكرر ذلك ثلاثا. وهذه من السنة التي يعني يغفل عنها بعض الناس. كثير من الناس يحفظون الدعاء: لا بأس طهور إن شاء الله، سؤال العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. هذا مما يتعارف عليه الناس، ولكن الدعاء بهذه الصيغة يعني يغفل عنها كثير من الناس ولا يعلمها. فقد كان النبي يدعو بها: اللهم اشفي فلانا، تسميه باسمه، كما سمى النبي صلى الله عليه وسلم سعدا، قال: اللهم اشفي سعدا، وكررها ثلاثا. وفي حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى طريقة في الرقية. وهذا الباب في الحقيقة أن النووي رحمه الله تعالى جمع فيه بين الدعاء للمريض وبين رقية المريض، كيف يرقي المريض نفسه. ففي أول الباب ذكرنا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل بالطريقة التي شرحناها: بسم الله بتربة أرضنا بريقة بعضنا يشابه سقيمنا بإذن ربنا. ومن الطرق أيضا في الرقية الشرعية هذا الحديث، حديث عثمان بن أبي العاص، بأنك تضع يدك على موضع الألم ثم تقول بسم الله ثلاث مرات، يعني بسم الله بسم الله بسم الله، ثم تقول بعد ذلك: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات. فهذا من أنفع الأدوية. وقد جاء في الرواية الأخرى في حديث عثمان بن أبي العاص ولم يذكر المصنف أن عثمان بن أبي العاص عندما طبق هذا الحديث قال: فذهب بي ما كان من وجع، عندما طبق هذه الطريقة النبوية. وكما ذكرنا في أول هذا الباب أن المسلم إذا استعمل هذه الرقية وهذه الأدعية النبوية يستعملها على سبيل اليقين، ما يستعملها على سبيل التجربة، لأن الشرع لا تجارب فيه، وإنما يفعلها يقينا أن الله عز وجل سيشفيه، أن الله سبحانه وتعالى سيذهب ما به من وجع، والنتيجة عند الله سبحانه وتعالى. أنت تبذل السبب مع كمال اليقين وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. أما الوجع ذهب أو لم يذهب فإن هذا إلى الله، وأمر المسلم كله خير إن صبر على ما فيه من البلاء فهو على خير، وإن أذهب الله ما فيه من الوجع فشكر فهذا كله خير، كما قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أمره كله له خير، إلى آخر الحديث. وحديث ابن عباس قال: من عاد مريضا لم يحضره أجله، يعني لم تأته المنية. وأيضا قيل في معنى الحديث أي لم يحضره مرض الموت، لم يحضره مرض الموت، فإنه يدعو بهذا الدعاء: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك سبع مرات. وهذا حديث اختلف أهل العلم في ثبوته، إلا أن الدعاء به حسن. قال: وعنه أي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي، دخل على أعرابي يعوده، وكان إذا دخل على من يعوده قال: لا بأس طهور إن شاء الله. رواه البخاري. وهذا كما ذكرنا أن الإنسان يبادر بالدعاء، يبادر بالرقية، لا ينتظر من المريض أن يطلب منه الرقية أو يطلب منه الدعاء،
النبي صلى الله عليه وسلم كان يبادر، فكان إذا دخل يدل على أن هذا من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه إذا دخل على المريض يعوده يقول لا بأس طهور إن شاء الله، وهذا من باب الخبر والتفاؤل، لأن البعض قد يشكل عليه أن الدعاء ليس فيه تعليق بالمشيئة، وهنا قال لا بأس طهور إن شاء الله، فتعليق الدعاء بالمشيئة لا يجوز. لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، فليعزم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله لا مكره له. ولكن هذا الحديث ليس من باب الدعاء، هذا الحديث ليس من باب الدعاء، وإنما من باب الخبر تخبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا بأس طهور، هذا طهور هنا المراد به الخبر أنك طهور، فالخبر لا بد فيه من المشيئة، فتقول لا بأس طهور إن شاء الله، يعني على وجه الخبر وعلى وجه التفاؤل. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اشتكيت، يعني يسأله جبريل عليه الصلاة والسلام، قال أي قال الرسول صلى الله عليه وسلم نعم، فقال جبريل عليه الصلاة والسلام بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك، رواه مسلم. وهذا من أنفع ما يكون في الرقية الشرعية، هذا الدعاء وهذه الرقية من أنفع ما يكون في الرقية الشرعية، فقد رقى بها جبريل عليه الصلاة والسلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والرقية ليست خاصة كما يفهمه اليوم كثير من الناس أنها خاصة بالمس والعين والسحر، بل هي في كل ما يشتكى منه، كما مر في الحديث التي مرت علينا قبل قليل، إذا اشتكى وجعاً، إذا اشتكى جرحاً، فإنه يستعمل الرقية. الرقية شفاء لكل شيء، والدعاء أيضاً شفاء لكل شيء، فليس خاص بالمس والسحر والعين، لأن هذا الغالب اليوم على الناس أنهم ما يستعملون الرقية أو الدعاء إلا في مثل ما يصيب الناس من الجن والمس والعين والحسد، ولكن الحديث عامة في كل ما يصيب المرء من جرح، من أي شكوى في جسده، فإنه يستعمل هذه الرقية. فهذه رقية جبريل عليه الصلاة والسلام لنبيه صلى الله عليه وسلم. ونقول في هذا كما قلنا في أول هذا الباب أن هذا لا يدخل في نقص التوكل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب من جبريل الرقية، وإنما جبريل هو الذي جاءه وسأله ثم رقاه، لأنه مر علينا في الحديث 70,000 ملك لا يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب، ومنها أنهم لا يسترقون، يعني لا يطلبون الرقية، مع أن طلب الرقية مباح وجائز، ولكن الأفضل والأكمل أنك ما تطلب، إما أن ترقي نفسك أو أن أحداً يرقيه من دون أن تطلب، وإن طلبت فلا بأس، لكن يفوتك هذا الفضل أنك لا تدخل مع الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب من جبريل، لم يطلب من جبريل، وإنما جبريل سأله هل اشتكيت؟ قال نعم، ثم بعد ذلك رقاه جبريل من دون طلب من النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه رقية نافعة، بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. آخر ما ذكر المصنف في هذا الباب قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنه أنهما شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه فقال لا إله إلا أنا وأنا أكبر، وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال يقول الله لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي، وإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد، وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال أي قال الله لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي، وكان يقول من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار، رواه الترمذي وقال حديث حسن. وهذا الحديث اختلف أهل العلم في رفعه ووقفه، اختلف أهل العلم في رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم وفي وقفه على أبي سعيد وعلى أبي هريرة رضي الله عنهما، وحتى وإن قيل بأنه موقوف على أبي هريرة وعلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما، فإن هذا الحديث له حكم الرفع، له حكم الرفع، لأن هذا لا يقال بالرأي، لا يقال بالرأي، وإنما
هذا يؤخذ بالوحي، يؤخذ بالوحي، لأنهم يتكلمون عن الله سبحانه وتعالى وما يقوله الله، وأيضا ويخبرون عن فضل، والإخبار عن فضل لا يكون إلا بوحي، كما في هذا الحديث قال: من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار. هذا الصحابي لا يقوله من عنده، وإنما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الدعاء وهذا الذكر ينبغي على المسلم أن يحفظه وأن يحرص عليه، فإنه إن قاله ثم مات لم تطعمه النار. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.